No problem, ماكو مشكلة وقروبي مانو مشكلة سلسلة قول احكي سلسلة يما دبي يما بلا بلا شو بلا بلا يبعد لك حمانة بلا بلا خلاصو لا يوم اللي كنا قاعدين نحكي نسولف مبسوطين قالوا الفكرة شي غريب كاميرا رين يلا حبيب يا 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 ضاع النهار خلنا نلحق اللي تكفنني ياسر وفادي وركان جيني ولميس وحنان مخرج سالم مو جديد الميزانية مع فريد مشكلة مشكلة فيها مشكلة يا فتح اضرب اللوكيشن مين عم يشخر عم نصور صورنا وجبنا نجوم سوسن عبير وفطوم في معنى دينا هارون وليليا ومديحة وفدون استاذ فادي على مين بدي رد ولا على مين منتجنا اسمه مشهور وباسم جروبي مشكور والبرنامج كل شي ماشي كل من شافه ضحك غاشي كل شي ماشي بس خلنا نحضر كل شي ماشي كل شي ماشي كل شي ماشي في شي مشكلة كل شي ماشي كل شي ماشي ما في مشكلة كل شي ماشي كل شي ماشي ما في مشكلة آخ يا حطينا الرقعة هون بيت زيتوني؟ لا هون بيت مقدوس خربطنا بالأطرميز لك انتو حيوانات ولا؟ أصواتكم كانت من لاي الدائرة فكرت حالي أنا بشي حصيرة حيوانات تضرب منك إلو في هذا وظيفية لازم تلتزموا فيها ما بدي اسمع ولا صوت واحد منكم مرة تانية هذا شوف احكي لي شو لصلي بينك وبينه لك حاشتك من السؤال ولا أخي أستاذ أنت تعرف أن أنا مثال الموظف الملتزم والنشيط والمؤدب أنا الصبح الساعة 8 بكون على طاولتي طب أعطيني من الأخير من الأخير أعيد أمجد وطلعني كف لا صحيح ضربته كف ولا لا تقول لي هيك إيه أعمل ضربته ولا ما ضربته ليش ضربته كف رزالة لا اي والله اسمع اولاد عندك احد حلين يا بيسفقك كف مثل اللي سفقته يا بتدفع له 500 ليره شو قلت لا بدفع له 500 ادفع له بس بدي اجيب له اياه من المكتب ليش ما معكم ايه بتروح بس ما بتطولها يلا ركض ركض أستاذ يا أستاذ لك نعم شو في أستاذ هذا الموظف اللي قلت له يجيب لي 500 ليرة أجرة الكف راح صار له ساعتين ما رجع طيب شو عمل لك يعني انا الدوام خلص يا استاذ يعني وانا رجعتني ناطر ال 500 ليره طيب استاذ نعم رضى منه تفضل اهلا وسهلا خير اخي يا دكتور معدتي ايدي عم تجعني ورقبتي عم تجعني وكتافي عم يجعوني وضهري عم يجعني بسيطة هلا كل هدول عم بيشعوك سوا يا عم
لا مو انا. لك مين؟ مرتي بالبيت هيك عم تتوجع. مرتك بالبيت، طيب ليش ما جبتها لهون لافحصها؟ يا دكتور نحن جماعة محافظين، افحصني إلي وأنا بعطيها الدواء. نحن اليوم مجتمعين مشان نكمل مطالبتنا بحقوقنا من الزلم. برافو. البنت اللي عندي حتجنني، لا بتسمع كلمتي، بضل تتأخر برات البيت، حتطير لي عقلي. روحي يا، صرت قايلت لك 100 مرة، كل ما بتتأخر عاقبيها وطولي لها فستانها شي 10 سنتي. ولي على قامتي، أطول من هيك، شوفي. هاي ماما. ويلكم تو أبريني. ما هو انتي كاتو وين بيروح فيي انا؟ خلص انا خليها هون بعدين بنشتغل فيها. لي شو وسخه ومأمأمة. يو ليش هيك عم تفور؟ شبيك لبيك عبدك بين ايديك. مين انت ولا؟ ولي هاي العجوز الخرفانة. انا الماري تبع المصباح. انت اللي ما بيصعب عليك شي؟ انا اللي ما بيصعب علي شي، طلبي واتمني، اليك طلب واحد بس. ايوه حرر لي اراضينا المختصبة. شو؟ ولي؟ بس والله ما بقدر لا على امريكا ولا على اسرائيل. اطلبي لك طلب تاني اسهل. تتجوزني؟ ما قلتي لي حرر لك العراق ولا فلسطين؟ من مال الله اعطوا الضرير الاعمى، من مال الله اعطوا الضرير الاعمى، اعطوا الضرير الاعمى، الله يعطيكم. انطوا الضرير. شكرا يا اخوي كثر خيرك. من مال الله. شلون عم بتقول كثر خيرك وانا وحده؟ ودك يعني اقول لك كثر خيرك يا مدام يا حلوه يا مزيونه؟ انت كشفيني اني ماني اعمى. مزبوط. من مال الله اعطوا الضرير الاعمى. أهلا وسهلا أستاذ. أهلا. بدي أسرع شي عندك لأني بدي ألحق باص الضيعة. أسرع شي بدك تلحق باص الضيعة؟ إي أسرع شي. أسرع شي الحساب. وهاي الحساب. ها
شرف. لك يا حبيبتي يا عيني يا روحي، لك شو بكي متضايق؟ أنا متضايق كتير، بدي أفهم. كل يوم كل يوم كل يوم تجي انت ورفقاتك بتقعدوا 4 ساعات جوا بالاوضه، لك بس دي فهم شو عم تحكوا. هلا هذا هو اللي مزعجك بحياتك؟ ايه يعني بتحبي تعرفي؟ ايه بدي اعرف. لك يا حبيبتي شو بنحكي يعني؟ مثل ما بتحكوا انتوا وقت تجتمعوا النسوة. تفو عليك كرزيل. مشاهدينا اهلا وسهلا فيكم من تلفزيون بانوراما وتحديدا من برنامج كل شي ماشي. نحن بكل حلقه معنا ضيف وصاحب مهني، هالمره معنا طبيب بيطري. بحب اعرفكم عليه، او دكتور بتحب انك ما اعرفهم عليك للمشاهدين لانه مجرد ما شافوك رح يعرفوك لحالهم اكيد. طبعا انا هون يعني بظن المنطقه كلها ما فيها ولا حيوان ما بيعرفني. اوكي. ولا يا حق. تسلمي عيني. بدك مني شيء؟ سلامتك. انا اليوم بحاول ما اتاخر بالسهره نهائيا، جايك على بكيره. باي باي. باي. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا النجار، حكيتوا معي الصبح مشان اجي اصلح الخزانه. ايه انا اللي حكيت معك. ايه يعني ما صح لي بالنهار امرق، مرقت هالساعة، شو بها الخزانة؟ هذا يا سيدي كل ما يمرق باص الباب بلق. شو بلق يعني بفتح؟ يعني بفتح. ايه باب الخزانة بفتح كل ما مرق باص؟ ايه. ها بدنا نشوف الخزانة معناته. ايه تفضل. يلا يا رب. هاي الخزانة. هاي الخزانة، شو فيها هاي الخزانة؟ كل ما بمر باص بالطريق بتفتح درفة الخزانة. كل ما بمر باص بالطريق بتفتح درفة الخزانة؟ شو دخل باص الطريق بفتح درفة الخزانة؟ ما بعرف. لا يكون على ذبذبة الصوت عم تفتح. هاي شلون بدي اكشفها؟ بدي افوت لجوا واستنى شي باص هو مارق اشوف شلون عم تفتح. فوق. يلا. شبك تعبتي ما في شيء، نسيت الكرابي وجاي اخذها، وصعي انه شيله شو، وصعي. قلت يعني اذا بلبس كرافيت بيكون اشيك وقلبها، لانه الشخصيات الموجوده هنيك كثير مهمه بالسهره. شو عم تسوي هون لكن؟ وقت ناطر الباص سكر سكر. شو يا طرطور؟ حطيت اعلام شان طلب سكرتيرة؟ ايه طبعا استاذ، وما شاء الله اجوا كتار، ومو ناقص غير تشوفهم تستعرضهم واحدة واحدة. ايه معناتها استعرض لي اياهم واحدة واحدة، مشان اختار واحدة منهم. ايه تكرم عينك استاذ، بس اللي اجوا كتار، اللي بالاول حلوين، واللي بالاخير احلى بكتير، من وين بتحب بلش لك؟ لا غبي انت، من الاخير بلش على السريع، مو احلى الاخير؟ احلى الاخير. يلا بلش. اللي مقدمه على طلب وظيفة بدها تشتغل سكرتيرة، رقم 7000. تفوت تعرف الاستاذ عن حاله. وهل بس ماشي بالجسم الحلو حبك رجعني صغير ورجع عمري الاول شو هتضلي شو هلبسني شو هالجسم الحلو حبك رجعني صغير ورجع عمري الاول. اللي بعد الرياضية استاذ، اللي بعد تفوت. Thank you.
اللي بان يا حبيبي معلق عنوان من اسيا
هيفا. هيفا وين؟ هيفا لك انا قلت لك حقلك البنات طول الليل عم تهلوس فيهم. قوم يا طرطور تاخذ على وظيفتك. دلعونك دلعن ليش دلعتيني؟ عرفتيني صغير ليش حبيتيني؟ لك توبك تعبك عورقتيني ليش عطالاتك حبة زيتونة؟ ولا ولا no problem ماكو مشكلة وقروبي مانو مشكلة سلسلة قول احكي سلسلة يما دبي يما بلا بلا شو بلا بلا يبعد لك حمانة بلا بلا خلاصو لا يوم اللي كنا قاعدين نحكي نسولف مبسوطين قالوا الفكرة شي غريب كاميرا رين يلا حبيب يا 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 ضاع النهار خلنا لحق تكفنني ياسر وفادي وركان جيني ولميس وحنان مخرج سالم مو جديد الميزانية مع فريد مشكلة مشكلة فيها مشكلة يا فتاة يا فتاة اذهب اللوكيشن مين عم يشخر عم نصور صورنا وجبنا نجوم سوسن عبير وفطوم في معناتي ناهرون وليليا ومديحة وفدون استاذ فادي على مين بدي رد ولا على مين منتجنا اسمه مشهور وباسم جروبي مشكور والبرنامج كل شي ماشي كل من شافه ضحك غاشي كل شي ماشي بس خلنا نحضر كل شي ماشي كل شي ماشي كل شي ماشي في شي مشكلة كل شي ماشي كل شي ماشي ما في مشكلة كل شي ماشي كل شي ماشي ما في مشكلة